المنافس بشكل جد بشكل كبير جدا، خطوره على المرمى. يعني بصراحه النهارده عمله كابتن حسين. تعالى نطير لتونس مع واحد من نجوم النادي الاهلي والمنتخب التونسي الكابتن انيس بوجلبان علشان نتكلم معاه بشكل اكبر عن منتخب تونس. يا كابتن انيس برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل الكباتن اللي معاك موجودين. سلمنا علينا كتير طبعا حبيبي اسامه وكل الاهلاوي. كابتن انيس، يعني كنا بنتكلم على منتخب تونس وان منتخب تونس للاسف ما قدرش يفوز على المنتخب المالي، وكان نفسنا يفوز علشان يكون عنده 4 نقاط ويضمن تاهله الى دور ال 16. عايز اعرف راي حضرتك في اداء المنتخب التونسي اليوم امام منتخب مالي وفرص المنتخب التونسي في المباراه القادمه ان شاء الله. بالنسبه للمباراه اليوم طبعا من احسن الاداء كان المباريات الاولى ضد منتخب انجولا. للاسف المنتخب التونسي عكس المنتخبات العربيه المغرب الجزائر ومصر اللي حققوا انتصارات، ما زلنا نبحث عن الانتصار الاول. الاداء نوعا ما في تحسن لانه صار في تغييرات على مستوى تشكيل المنتخب مقارنه بالمباراه الاولى. للاسف مره اخرى منتخبنا يضيع الانتصار لانه صراحه يعني الشارع الرياضي كله تونس والرياضيين والنقاد الرياضيين كل مستغربين من طريقه التعامل المدرب مع الرصيد البشري الموجود اللي عندي، وخاصه يعني التغييرات يعني التغييرات فيها اكثر من سؤال. مدرب غريب من الاطوار للامانه، مدرب كل مباراه حارس مرمى كل حارس مرمى يعمل خطا ويغير الوضعيه مثل اول مره نشوفوها يعني في دوره معروفه يعني في دوره. كل مدرب عنده الحارس الاول حتى لو اخطاش مع بايرن ومع المنتخب يغلط ديما هو الحارس الاول. احنا على غلطه غيروا كيف تغييرات ركبناها في كل الخطوط دفاعيا، تغييرات مثل ديما كانت نافعه لكن هجوميا مازال المنتخب ما وصلش للاداء المنتظر. التحضيرات كانت ممتازه، شفنا انتصار على المنتخب الكرواتي وصل كاس العالم كذا انتصارات في التحضيرات في مقابل الدوره الرسميه في كاس افريقيا نحكوا على الانتصار. على كل الحظوظ ما زالت موجوده، الحظوظ ما زالت قائمه لان منتخبنا يكفيه انتصار على موريتانيا باش يتاهل للدور المقبل. لكن ممكن المدرب اللي مش عارفه انه شارع رياضي بتونس بالنسبه لي موش انجاز انه يترشح، يعني حبينا نترشحه الاول المجموعه مش على الاقل نبعد عن المنتخبات القويه. لكن ظهر لي ماشيين وماشيين يعني نتاهلوا مش نجيو مع منتخب قوي منتخب المغربي او حتى المنتخب المصري كان تاهلنا احسن من كده. كابتن انيس حضرتك كان ليك تعليق على استبعاد علي معلول من قائمه المنتخب التونسي بعد ما حضرتك شفت مستوى المنتخب التونسي في لقائين وان الاطراف للمنتخب التونسي ملهاش اي تاثير هجومي او مفيش ليها اي حلول، هل حضرتك شايف ان وجود علي معلول في الفتره الحاليه مع منتخب تونس كان ممكن يزود من القوه الهجوميه لاطراف المنتخب التونسي؟ اكيد يعني اليوم مش فاهم الاقدام الحقيقيه ان استبعاد علي معلول عليه احسن مدافع ايسر في افريقيا وفي تونس وفي النادي الاهلي متالق في مصر. يعني علي مش ينتظر حتى حد قيمة مستوى استضافه وجميل كبيره لعلي معلول من هذه من اليوم مش عارف الاسباب الحقيقيه، ولو انه قناعتي الخاصه انه حتى الاثنين اللي مشوا مع المنتخب مش احسن منه، بالعكس علي ديما بالنسبه لي هو الافضل مش مجانبه ومكانه كاساسي موجود. لكن مدرب ما قلت للاسف حتى النجوى الصحفيه ما اعطاش حتى تفسير الى مبرر مقنع متاكد انه سبب مش فني، متاكد انه سبب مش ايجابي لانه علي من اللاعبين اللي ما يعملش مشاكل صحته في النادي الاهلي تم قاعد النادي الشخصي وعنده ولا مشكله كيف في المنتخب ما فما حتى اسباب. لكن نتصور انه اسباب بتاع الفني والاختيارات بتاعه الخاصه والفاشله في راسه الفاشله مش سلفه صعب بعد كاس مثل، لانه صراحه بر بيكشف انه قال اول ما مسك المنتخب التونسي انه عنده فكره عن المنتخب التونسي وهو عنده خبره طويله في افريقيا، لكن بر بيكشف انه ما عنده حتى فكره عن المنتخب التونسي وعلى العناصر وحتى على الكره الافريقيه. لانه نرجع شويه لمباراه اليوم كبير ثالث يخرج موازن في النتيجه واحد يحترم هذا يدخل مدافع ولا كذا وكانه فرحان بالنتيجه التعادل
مهام غلط يعني. هو ميسي جاله زي المنتخب مش متعود انه يتأهل، فالمهم انه منتخب تونسي العادي انه يكون في الدوري الاوروبي، العادي انه يكون في الاسيوي، عادي انه يكون ترك في النهائي اللي يمكن يروح له. ممكن اما حاجه تقريبا ما حدش يعني، لكن عن تصور انه مش ما شافوش على المنتخب ممكن بعد نهايه كاس امريكا يبدو انه مدرب غير شكوك عصير وعصير. كابتن انيس يعني النجم كابتن اسامه حسني عايز يسال حضرتك سؤال. ازيك يا انيس، اخبارك ايه؟ معاك اسامه حسني حبيبي يا كابتن. وحشني كتير يا انيس. الله. عايز اسالك سؤال عن ألان جريس. النهارده داخل كاس الامم ما عندوش التوليفه الاساسيه لمنتخب تونس. بنشوف في المباراه الاولى امام انجولا تشكيله، بنشوف المباراه الثانيه اليوم امام مالي تغيير في التشكيل، برغم انك في بطوله ممكن التغيير يبقى في حدود واحد، النهارده تغيير في عدد كبير من اللعيبه في حراسه المرمى. انيس البدري بيبتدي النهارده، بنشوف طه الخنيسي موجود. هل عنده هيكون في مشكله في حراسه المرمى المباراه القادمه بعد ظهور معز حسن؟ النهارده مش بالشكل المطلوب، النهارده ممكن نشوف في المباراه الثالثه معز بن شرفيه يكون هو الحارس الثالث، فاذا يكون الثلاث حراس في منتخب تونس بيلعبوا، ودي فعلا مشكله هتواجه المنتخب التونسي. معايا في الكلام ده يا انيس ولا ايه رايك؟ يعني شوف فين كما قلت لك، يعني المفروض حتى لو الحارس الاول اللي هو هياخد نقطه ممكن كان على الدوري احسن حارس من الدوري السعودي، حتى لو عمل خطا المفروض ما يتغيرش يعني، هذا هو العادي. لكن هو حط نفسه في مأزق، يعني المدرب المنتخب لما الحارس الاول يعمل خطا تغيروا في المباراه اللي بعدها، الحارس الثاني يعمل خطا، يعني العادي والخمسه بتاعه انه في مباراه القادمه مش يلعب معز بن شرفيه، يعني هذا هو الخطا اللي يعني كما قلت لك هو للاسف يعني ثم قواعد في كره القدم، ثم كما يقولوا بالفرنسيه دي جادي فيه، يعني تعودنا انه ما فماش مدرب يدخل امم افريقيا ونغير حارس على خطا، يعني المفروض حتى لو غلط تدافع على الحارس بتاعك وتحميك وتقول هذا الحارس الاول وعادي الخطا هذا عادي وتدخله انت في الفريق، فالدواء مش بغيره، لان في الوقت هذا انت خسرت الحارس الاول وخسرت الحارس الثاني، لانه مش مشكله في معز احسن حارس اللي كان اليوم موجود امكانياته عاليه محصوله، لكن للاسف انه مش قاعد يلعب، ماهوش اساسي في فريق مثل الفرنسي، لعب ممكن مباراة واحدة، يعني ظاهر انه ينقص مباريات ما عندوش مباريات، هذاك علاش اخطاء اليوم كانت كبيرة، فخسرنا الحارس الاول والثاني اليوم، نتصور انه انا دياز بالفلسفة نتاعه على الاقل مضطر انه المباراة الثانية يبدا بمعاد بن شرفية، لاني نشوف انه معاد بن شرفية في الفترة الأخيرة ممكن يعني كان يتحقق على الأقل يكون هو الحارس الثاني، كان المفروض هو يبدا لأنه مع خارجي أساسي يلعب لاعب بطوله افريقيا ولعب مباريات الكل، فهذاك علاش كما قلت لك يعني اختيارات غريبه جدا من استبعاد علي المعلول الى حراسه المرمى الى الدفاع اللي تغير اليوم المدافع الايمن الى وسط الميدان، شفنا يعني لاعب مدافع ايمن في البطوله التونسيه يلعب في وسط الميدان، شفنا وسط الميدان دفاع يلعب صنع العاب، شفنا مهاجم اليوم وتغييرات نرجعنا ديما نتصور انه من احسن اللاعبين في المنتخب التونسي. قام بتغيير يعني مدرب وكانه ساعات يعمل تغيير مركز بمركز وكانه مش قاعد يشوف المباراه اللي يشوفوها فيها احنا يعني. هذاك هو الاشكال اليوم في المنتخب التونسي. على الاقل ما زلنا كما نقولوا الامل كبير ان شاء الله ان شاء الله في مجموعه دقيقه في امكانيه اللاعبين. كابتن انيس بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب تونس الكابتن انيس بوجلبان. كابتن